كيف تحمس حالك بالحياة؟ هاي واحدة من أهم المهارات عشان تقدر تحقق نجاح صادق ومستدام، لأنه إذا أنت ما بتقدر تحمس حالك لحالك رح تضلك دائماً معتمد على مصدر خارجي يكون هو اللي بعطيك جرعة الحماس. اللي بيصير بهاي الحالة رح تكون دائماً في حالة احتياج، الناس اللي جنبك يحكولك يلا بتقدر، الناس اللي جنبك يشجعوك، وكلياتنا منحب الناس تشجعنا، ولكن إذا اعتمادك الوحيد بالحماس هو على مصدر خارجي اللي رح يصير رح تكون في حالة افتقار لهذا الحماس طول الوقت. لذلك في أكم من نقطة بدي أحكي لك إياهم بيقدروا يشحنوا حماسك، والأهم يشحنوا لفترة طويلة ومستدامة. أول إشي ضروري تكون واعي إنه غالب الناس لما تحكي عن الحماس هي بتحكي عنه من مفهوم العزيمة. قد ايه سمعت هاي الجملة، العزيمة تصنع المستحيلات أو تصنع المعجزات. هاي الجملة حلوة على الورق، ولكن بالحقيقة العزيمة لا تصنع المعجزات، لأنه العزيمة مش ما زي ما أنت تدرست عنها إن هي عنصر لا محدود بتقدر تخترق فيه الجبال وتخترق فيه الأنهار. هذا الإشي مش حقيقي. حتى من الأبحاث بالويل باور أو بالعزيمة بنعرف إنه هذا الإشي مش حقيقي. العزيمة محدودة، وخلال اليوم تاعك راح تشوف إنه راح تبلش تقل، يعني بالأكتيفيتيز بالأنشطة اللي بتعملها أنت عم تستهلك من العزيمة تاعتك. لذلك الشخص الواعي هو اللي بيستخدم هذا المورد. طبعا تقدر تزيد العزيمة تاعتك ولكن لحدود معينة، بيستخدم هذا المورد وبيستخدمه بإدارة حكيمة حتى يكون في حالة شحن وفي حالة حماس أكبر. والدليل أنه العزيمة محدودة والحماس اللي بيجي معها محدودة، تتذكر آخر مرة رحت كورس وكنت متحمس أو بنشوة وحاسس كونكشن قوي بين الناس والريدي بلش يوصلك إلهامات رهيبة وشفت بوضوح الطريق اللي بدك إياه؟ رجعت على البيت أسبوع أسبوعين ثلاثة، هاي النار الخيميائية بلشت تطفي. غالب الناس بتبلش تلوم حالها وتحكي أكيد أنا في إشي غلط، عم بأخذ هاي المعلومات وما عم بستفيد، أو بصيروا يلوموا التيتشر أو المعلم أنا أخذت إشي وما تغير فيه إشي. اللي بيصير بهاي اللحظة إنك أنت كنت معتمد على العزيمة إنه بس تطلع العزيمة رح تحرك الدافعية تاعتي، رح تحرك الحماس ورح أضلني طاير في حياتي، ولكن هذا الإشي زي ما حكيت مش حقيقي. لذلك شو الحل له؟ الحل إنك تبلش تبني أنظمة حولك، هاي الأنظمة بتسندك مش أنت اللي دائماً بتشحنها. طيب شو الأنظمة اللي عم بحكي عنها؟ بحكي أول إشي عن كل الأشياء اللي إلها direct influence عليك أو تأثير مباشر على العقل اللاواعي تاعك. زي شو؟ زي البيئة اللي حواليك. يعني لو أنت رحت تأخذ معلومات عن الثراء، عن النجاح، عن المال، عن 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 القدرة على تحقيق والإنجاز، ورجعت لدائرة الناس اللي حواليك ولسه أنت هاي المعلومات ما صارت متحجرة بداخلك، ما تجسدت بداخلك، فهي لسه كتردد طاقي لينة زي كأنها زي المية لساتها ما صارت جامدة، ورجعت على البيت ورجعت على أصحاب اللي حواليك، وهدول الأصحاب عندهم أحكام على الناس الناجحين. الناس الناجحين أنانيين، الناس الناجحين ما بردوا على التلفونات، الناس الناجحين لا لا لا، الناس الناجحين لا لا لا، الناس الناجحين لا لا لا، وهي عبارة كلها أحكام عن 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 الشخص اللي بيحمي حدود الوقت تاعته. فهم لأنهم ما بكونوا بهذا الوعي بصيروا يحكوا. فأنت بس تروح بالعقل اللاواعي بتدور على التقبل من المجموعة اللي حواليك. اللي بيصير لأنك أنت أوريدي لمست أفكار النجاح بدك ترجع لها، ولكن العقل اللاواعي ببلش يرجعك باتجاه التقبل من البيئة اللي حواليك، فبتصير تخاف إذا أنت نجحت ينحكم عليك منهم، فبتصير تعمل تدمير ذاتي لكل المعلومات اللي أخذتها، ترميها بالعقل اللاواعي، وبصير يطلع عندك معتقدات جديدة بتحكي لك ليش هاي المعلومات لا تطبق. هلأ هذا الشيء أنت ممكن تستغرب منه لأنه أنت هناك بالكورس كنت بتردد طاقة أعلى، كنت شايف أنه هذا الشيء يطبق ويطبق بسهولة لأنك كنت بالتدفق تاعك، كنت بالطاقة عم تدعمك. روحت الطاقة اللي حواليك غير داعمة، فما بتقدر بهاي اللحظة تعتمد على العزيمة تاعتك. هلأ هل معناته ما بتقدر تفصل طاقيا عن البيئة اللي حواليك وتبطل تتأثر فيهم؟ بتقدر، ولكن الموضوع زي كأنك أنت بتيار مية بنهر وبدك تسبح، ضلك تسبح عكسه. رح يجي وقت بدك ترتاح، بدك تأخذ نفس تعمل هيك
رح ياخذك تيار. لذلك ضروري جدا ما تعتمد على العزيمة انه هي اللي تشحنك وهي توصلك للنجاح والموتيفيشن او الحماس هو اللي يوصلك. اعتمد انك تبلش تبني انظمة خارجية، مثلا تبني بيئة من صداقات مختلفة. هذا موضوع تاني ما بدي ادخل فيه بعمق، ولكن عندي فيديو بحكي كيف تغير البيئة تاعتك او البيئة التي حولك، شوفه وبلش طبق فيه. شغلة تانية من الأنظمة اللي ممكن تبنيها هي الأنظمة العادات، لأنه بالنهاية العادة هو شيء بتعمله من دون وعي، unconscious، شيء مكرر. يعني أنت من تقوم الصبح يمكن إذا متعود تفتح الموبايل بعد 20 30 40 50 100 يوم من عمل هاي العادة بصير عليها addiction، بصير عليها إدمان، بصير لها طاقة، بصير لها كيان في الهالة تاعتك، فبتصير تحركك. لذلك بدك تبلش تطلع كيف بدي أبني أنظمة، هاي الأنظمة تضمن انه الحماس عندي مصان. مش معناته انه طول الوقت on fire ولكن مصان. خليني اعطيك مثال. انا من الناس اللي بسمع كتب بالوعي بالثراء بالنجاح دائما، يا اما بقرا يا اما بسمعهم عن طريق كتب صوتيه. هذا الشيء بيساوي لي، هذا الشيء بيخليني ضامن حاله الالهام وحاله الحماس. لو انا بدي اتركهم وبس اعتمد على اني اضلني احمس حالي راح أنسى هذا الإشي، طاقة هذا الإشي رح تبطل حولي ورح يبلش ينزل الحماس. لذلك اللي بعمله بشوف شو العادات اللي أنا بدي أبنيها خلال يومي اللي تضمن أنه الطاقة تاعتي عالية. هل معناته الطاقة تاعتي ما بتنزل؟ أكيد بتنزل، ولكن بالصورة زي كأني بنيت إنفراستراكشر، بنيت زي كأنه عمارة كاملة لو نزلت هي اللي تشيلني. لذلك هلأ أنت عم بتشوف أني أنا عم بصور فيديوز، أنا أوريدي هذا الثالث فيديو بصوره. كيف بتفكر اني انا دائما في حاله ابتكار 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع ما بتفلت مني، دائما بطلع كونتنت 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 كونتنت؟ هل هذا الشيء صار بالصدفه ولا عشان انا بحمس حالي يلا وبتقدر وروح؟ لا، لاني بنيت حرفيا انظمه تساعدني، بنيت عادات تساعدني اني اكون في فريكوينسي تردد طاقي معين. وكثير اشياء تخليت عنها، الشخص العادي ممكن يموت قبل ما يتخلى عنها. صداقات كانت بتنزل الطاقه تخليت عنها، بيئات تخليت عنها. هلا انا مثلا بيوتوبيا بالسنتر تاعنا الطاقه تاعته عاليه عشان احافظ على هاي الفريكوينسي. فراح اطلب منك بدال ما تعتمد الحماس على بس العزيمه انا ادفش وبدي امشي عكس التيار، بلش ابني انظمه وعادات هي اللي تشيل الحماس تاعتك او الحماس تاعك. هاي النقطة الأولى حاب احكي فيها. النقطة الثانية وهي جدا 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 مهمة، الحماس بيعتمد بصورة كبيرة على ستيت، حالة ذهنية معينة اسمها التدفق او الفلو. وهاي الحالة هلا معروفة بالاداء وبسيكولوجيا الاداء واندرست، وحتى بنعرف بالضبط شو بصير بالدماغ. الفلو او التدفق لما انت بتعمل اشي وما بتحس بالوقت، او لما يكون لاعب عم بيلعب كرة قدم كرة سلة بغض النظر شو الرياضة، بيحكوها بلغة الرياضة in the zone، يعني زي كأنه هو عم بيمشي باللعبة ما عم بيفكر كثير. هاي الحالة طاقيا أعلى من أنك تحمس حالك، لأنك أوريدي داخل بهاي الحالة. زي لما الفنان عم برسم وبعد 4 ساعات يصحى أنه أنا ما أكلتش ما شربتش ما رحتش على الحمام، لأنه كان في حالة تدفق. اللي بدك تبنيه أو بدك تعمله تبلش تتعلم كيف تدخل هاي الحالة، وهذا الشيء بتطلب دراسة ما بيجي بيوم يومين، ولكن راح أعطيك حاك صغيرة أو لعبة صغيرة ممكن تعملها. بالنهاية التدفق بيعتمد أنه التحدي اللي أنت عندك إياه وال مهارة اللي انت عندك اياهم يكونوا متوافقين. يعني اعطيك مثال على العاب. عمرك لعبت لعبة انت بتخلص المرحلة الاولى بتروح على المرحلة بعديها، شو بصير؟ التحدي بيرتفع شوي، بحيث انه ما يكون كتير ضخم انك انت تحس واه ما بقدر اعمله، ولا بحيث انه يرتفع نقطة صغيرة انه يكون ممل. فدائما الالعاب شو بيساوي عشان يخلوك تدفق، عشان يخلوك تضلك تلعب؟ بزيد التحدي بهاي المنطقة بالنص، انه بدك تطلع مهارة وامكانيات زيادة منك بحيث ما تكون مملة ولا تكون ضخمة عليك. هذا الاشي بتقدر تفعله في حياتك عشان تزيد الحماس. اعطيك مثال. مثلا انا ممكن اكون بدي اجلي الصحون، متفقين انا وزوجتي هي اللي بتطبخ انا اللي بجلي الصحون، هيك الادوار مقسمينها كل واحد شوي على الباشن تاعه. المهم بدي اجلي الصحون، يمكن مش اكثر شيء بدخلني بتدفق بالعالم. فشو بصير احكي؟ بدي ارفع التحدي، هل بقدر اجلي وانا حاضر present؟ هل بقدر اجلي وانا عم بحكي مانترا او جمله معينه جوا ذهني، مثل انا بحبك انا بحبك انا بحبك انا بحبك، انا عم بحكي مع حالي. فانا اوريدي رفعت التحدي من جلس حون لعملت شيء لذيذ او لطيف اكثر. ممكن انت حدا طالب منك توقع مثلا 100 مره، حلو، مثلا ممكن يكون عندي افتتاح لكتاب وبدي اوقع 100 كتاب،
كل مرة ما بعملها إنه بدي أوقع، كل مرة برفع التحدي، بقدر أخلي الخط فيه دقة أكثر، بقدر أحط حب أكثر كل مرة. وخليني أحكي لك سر، الحب هو التدفق. لهيك لما التنين يكونوا في حالة حب رهيبة بيكون في بيناتهم أو بيكون بحياته في تدفق رهيب، تلاقي الأشياء بتصير صدف محضرة في كل محل، سينكرونيسيتي، أشياء تشتغل معاه لأنه هو أوريدي في حالة تدفق اللي هي أعلى أداء وأعلى نتائج ممكن تحصلها وأقل مجهود ممكن تحطه. فهي نقطة جدا جدا مهمة تركز عليها. فبالصورة الكبيرة الأشياء اللي أعطيتك إياهم هي أشياء بتقدر تطبقها اليوم، كيف تبني أنظمة، كيف تبني عادات، كيف تبلش تدخل بالتدفق تاعك أكثر. يمكن أنت بتروح مثلا على الطريق، بدك تروح بالسيارة وعندك مثلا نص ساعة أو ساعة، لما تكون قاعد وبس مكتئب من الأزمة، حط كتاب صوتي تسمعه، فأنت غيرت التحدي بهاي اللحظة وسويته تحدي تعلم رح يخليك بحالة التدفق. فهي الأشياء بتقدر تعملها، ورح تشوف مع الوقت لما تعملها مستوى الحماس تاعك رح يزيد. مش معناته ما رح ينزل، مش معناته رح يضل فوق طول الوقت، ولكن بالصورة الكبيرة في شيء ساندك بدل ما أنت اللي بتعابط أو أنت اللي عم بتحط عزيمة ومبالغة. لأنه مرة تانية زي ما حكيت، العزيمة مش زي ما تعلمت أنه بتخترق فيها الجبال. فرسالتي لك بالنهاية، اتعلم كيف تخترق نظام الحماس تاعك بأنك تبني أنظمة تسنده. وشكرا، شكرا لك انك حضرت هذا الفيديو للاخر، وبتمنى يكون شويه الفيديو حمسك. وشكرا لك انك عم تحضر مع ناس من كل انحاء العالم بمجتمعكم انت. بذكرك انه عندنا كتير فيديوز ممكن تشوفهم، ممكن تحضرهم، ممكن تدرسهم، ممكن تتامل فيهم. وشكرا.